معنا اتصال إيمان من الرياض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا إن شاء الله هقضي رمضان، نص رمضان ونص رمضان في بلدي. زكاة الفطر فين أطلعها؟ وشكرا، جزاك الله خيرا. شكرا. تقول رمضان ستكون في السعودية والنصف الآخر من رمضان ستكون في بلدها، زكاة الفطر متى تؤديها؟ تؤديها ليلة العيد. نعم، ليلة العيد وقبل صلاة العيد في أي مكان، سواء كانت في السعودية أو في بلدها. إذا هل الشهر وانتهى شهر رمضان تؤدي صدقة الفطر في المكان الذي هي فيه وفي أهل البلد التي هي فيه. نعم.